السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. مش عارفه محتاره نعمل غدا ايه النهارده. لقيت هنا فوق كنت جايبه رقاق اهو، فانا عندي رقاق وكمان مطلعه كيس من امبارح لحمه. بعد ما طلعته لقيتها لحمه مفرومه متبله، ما اعرفش بقى كانت كفته ولا كانت برجر ولا كانت ايه بالظبط، ما اعرفش. فطلعتها فكيتها. دلوقتي هعمل صينيه رقاق، بس هعملها على فرن بوتاجاز من فوق عشان الناس اللي ما عندهاش فرن، لان كان في بنت نورت مني قالت لي يا صدفه احنا ما عندناش فرن وعايزه اعمل صينيه رقاق من غير فرن. فانا النهارده هعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله قوي، وهوريكم ازاي نسويها على فرن بوتاجاز من فوق تطلع معانا حلوه كده ومقرمشه وطريه من جوه وزي الفل. وكمان عندي شوربه طلعتها. اعصر بس اللحمه الاول، نقول بسم الله. انا اعصر اللحمه مش هحط لها حاجه خالص، لان هي تقريبا فيها توابل. نقول بسم الله. حطيت حبه زيت، بصوا فيها التتبيله، فيها كل حاجه، فيها بصل وبقدونس وحتى حته فلفل اسود وبهارات، فيها كل حاجه، مش هحط لها حاجه خالص. اسيبها تتعصج براحتها، وبعد ما تتعصج انا هقعد اقلب فيها شويه لحد ما تتحمر كلها. تمام كده؟ فكها بس خاطر كانت ايه مكتله كده، مش محتاجه حاجه خالص ولا ملح ولا اي حاجه، فيها كل حاجه. كده طبعا لسه ما يسيبها تتشوح كمان حبه. بصوا حبايبي كده اللحمه خلاص، هفضيها بقى في طبق، وفي نفس الطاسه دي هسخن الشوربه اهي، وبعد كده نبتدي نجهز الصينيه بتاعتنا على طول. كده حلوه قوي اللحمه اهي، تمام. ادي اللحمه والصينيه عندنا اهي والشوربه، تمام. ادي السمنه كمان والرقاق اهو، تمام. نقول بسم الله. ندهن اول حاجه الصينيه من تحت، بس نقولها كويس عشان ده هيتعمل على البوتاجاز، ناخد بالنا من النقطه دي. بسم الله. تدهن كويس قوي من الجناب كده ومن الارضيه اهو. اهو كده تمام قوي. حلوه قوي كده. نيجي بقى هنا الشوربه تكون سخنه، لان ده ناشف مش طري. بسم الله. نبل كده كويس اهو، نروح حاطين في قلب الصينيه كده. طب الصينيه الرقاق صغيره على الصينيه، ونروح جايبين التانيه بالعكس كده. قابل انا الناحيه دي واخلي الصينيه قدامكم عشان تشوفوا فيها. دي الصينيه اهي، لو في مثلا حته صغننه كده اهي. نحط كمان طبقه. بسيط بسيط كده اهو، حاجه بسيطه خالص كده. المكسور حتى مش مشكله اهو، بس نبله بسرعه لان الميه بتخليه يتكسر معانا بسرعه. اهو هعمل بقى اللي تحت، هحط تحت اربع طبقات وفوق اربع طبقات، لان الرقاق ده رقيق جدا، ده رقاق قالي مش بلدي. كده الطبق اللي تحت، ادي اللحمه. بسم الله. زي ما عملنا تحت هنعمل فوق اهو. خلاص دي كده اخر طبقه. بسم الله.
اهو. حط بقى حته سمنه على الوش وخلاص. يلا بقى نسويها. بسم الله. بس يلا نسوي بقى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. النار اهي هوطيها وحط الصينية عليها من وقت للتاني، الفها كده من وقت للتاني تمام. اهو سيبها بقى شوية من وقت للتاني هلفها، وبعد ما تبتدي تشخلل من الصينية كده معناها انها نشفت من تحت وتحمرت، ونبدأ نقلبها الناحية التانية عشان نحمر الوش ده. اهو من وقت للتاني كده ابتدي الفها كده اهو عشان خاطر تتحمر معانا من كل الجرام وتتحرقش من جنب، وتبقى من الجنب التاني نية. بصوا بقى بدأت تخرج من الصينية اهي مش لازقة، ده معناه انها من تحت نشفت بس لسه من تحت فيها حتت بيضة. ناخد بالنا كده حبة حبة. طب نجرب كده نقلبها نشوف شكلها ونرجعها تاني. بسم الله. الصينية اهي تعالوا كده بعيد عن العين اللي فيها النار دي اهي. شوف كده. بسم الله. لا بصوا لسه من تحت نية اهي، نغطي ونرجعها تاني ونسيبها كده نقعد نقلب فيها تقريبا قيمة ربع ساعة كمان على البوتاجاز. بس ناخد بالنا النار هاديه ونقلبها على طول عشان ما تتحرقش معايا. اهو نسيبها بقى براحتها ونرجع لكم بعد شويه تكون اتحمرت شويه. اهي رجعناها مكانها زي ما كانت ولا كاننا عملنا اي حاجه. بصوا قلبتها الناحيه الثانيه بقى، بصوا اتحمرت ازاي. بس من هنا عايزه حته سمنه في الحته دي، حته بسيطه كده كده حلو قوي. سيبها تتحمر من الناحيه الثانيه ويبقى كده خلاص بالصلاه على النبي. يا لهوي انا نسيتها، لازم تقلبي فيها كده على طول علشان تتحمر وما تتحرقش من تقش ملسوعه من جنب. وناخد بالنا ان النار تبقى هاديه زي الشمعه. بصوا النار هاديه خالص، تحس انها مش شغاله بس هي شغاله شمعه خالص. بصوا الشمعه اوطى حاجه 3 دقايق بالظبط او 5 عشان تتحمر من الناحيه التانيه حلو زي الناحيه دي. واطفى عليها حلو قوي كده بالصلاه على حضره جمال النبي. اقلبها بقى شويه بعد ما تخلص اوريها لكم. لو انتوا بقى سويتوها ناشفه شويه كده عايزين تطلوها اكتر من كده، بس احنا بنحبها ناشفه كده، تروحي مغطيها بالصينيه كده شويه. بس انا مش عايزه اغطيها لان احنا بنحبها متقرمشه. اطلعها بقى احطها في طبق التقديم ونبتدي نقطع منها، بس لما تهدى شويه عشان ما تتفتفتش مني. بسم الله. بصوا من تحت الفطار اهو جميل. بسم الله. الصلاة على النبي فله. بصوا طريقه من جوه ازاي حلو قوي. نبتدي نقطعها بقى. بسم الله. بسم الله. عايزه بس اقطعكم حته من الوسط كده. نسلكها كويس عشان ايه نعرف نقطعها. بصوا بقى يا جماعه، بصوا من جوه حلوه ازاي. بصوا طريه من جوه اهي حلوه قوي قوي قوي. انا اتمنى تجربوها بالطريقه دي من غير فرن اهي، عشان الناس اللي ما عندهاش فرن مفيش حجج، وسووا براحتكم واعملوا في البيت وجميل، واتمنى يعجبكم.
واشوفكم على خير ان شاء الله. بصوا اهي وصفه جديده ويوم جديد وجد حلو قوي 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 قوي. باي باي.